السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا يا شباب موقع استثماري للعملات الرقمية، وكمان الموقع بيدي مكافأة لخدمات التواصل الاجتماعي يا شباب. أنا عامله عشان البونص للفيديو، يعني أنا بعمله للفيديو فقط يا شباب مش للاستثمار. عندكم ديت هنا البونص الفيديو من هنا شغال، ودخلنا هنا كده هنلاقي هنا جايب لك جميع انواع خدمات التواصل الاجتماعي. عندك التويتر، فيسبوك، تليجرام، ويوتيوب، وفي كذا حاجة يا شباب تقدروا تاخدوا منها جوائز من الموقع دوت. تخشوا تقروا الشروط وتنفذوها وان شاء الله الكل يكسب منه. انا شايف ناس كتير عامله له فيديوهات، وناس كتير بتقول ان هو بيدفع. تمام، هنرجع بقى لشرح الموقع يا شباب. عندك هنا الموقع بيدي من 2.4% ربح يومي. عندك هنا العملات اللي بيستخدمها، عندك بيتكوين، بيتكوين كاش، ليتكوين، اثيريوم، دوك كوين، داش. تمام يا شباب، وهنا بيقول لك الامان بقى والحاجات كلها عن الموقع والليفرال وكل حاجة عن الموقع. هنا الناس اللي عامله الاعلانات في الموقع وايه والحسابات والناس اللي موجوده على الموقع. طريقه تسجيل يا شباب في الموقع، هنيجي من ساين اب، بعد كده بنملى البيانات اللي قدامنا. عندنا فول نيم، اسمه واللقب، الايميل، اليوزر نيم، الباسورد، دعات الباسورد. بعد كده بندوس له تسجيل، كده بقى لنا حساب في الموقع. هنيجي للدخول يا شباب، من هنا بنحط الاسم والباسورد وبنعمل تسجيل دخول. تختار العملة اللي انت هتشتغل عن طريقها، اذا كان بيتكوين، اي عملة من العملات ديت، بتدوس كده على اي عملة من العملات. ده شكل الموقع من الداخل، وهنا هيبقى الداشبورد بتاعتك وكل حاجة عن الحساب بتاعك. لو عايز تعمل ايداع في الموقع، بنيجي ندوس هنا، بيقول لك اقل حاجة للحساب بتاعك قد ايه، اقل حاجة للايداع اللي انت هتعمله في الموقع. يعني هنا بيقول لك ده عملة ايه، عملة البيتكوين كاش يا شباب، بياخد من 3,500,000. تمام، هنا عملة البيتكوين برضو نفس النظام، اقل حاجة 100,000. هندوس هنا كده 100,000 للايداع زي ما انتم شايفين. هنا بيقول لك ارباحك الاسبوعية، ارباحك اليومية، أرباحك الأسبوعية، أرباحك بالشهر. تمام، هنا بتحط المبلغ، يعني مثلا هتدوس له مثلا هنا المبلغ، لا أو هو كاتب لك المبلغ فوق، أنت كده بتدوس هنا ديبوزيت، بيحولك للمحفظة بتاعتك، بتاخد العنوان ده وبترسل له عليه، تاخده كوبي وبترسل له عليه المبلغ اللي هو 100,000، ويبدأ كده الاستثمار بتاعك يشتغل في الموقع. للويز روم او للسحب يا شباب، بتيجي من هنا، طبعا مفيش رصيد عشان يسحب، لو في رصيد هتلاقي الموقع فتح معاك وتقدر تسحب من الموقع. عشان تحفظ المحفظة بتاعتك في الموقع، هتيجي هتدوس بري بروفايل، وهتيجي هنا تحط العنوان المحفظة بتاعتك وتعمل سيف، وبعد كده تبدأ شغلك بقى على الموقع كده ايه عادي خالص. عندك عملة الليتكوين برضو، هنا بيقول لك الحد الأدنى بتاعها 1,500,000. عندك الدوك كوين أقل حاجة 3,000، أرباحك بالساعة واليوم والشهر. بس يا شباب كده دي كل حاجة عن الموقع. عندك بقى ايه الاحالات، ليفرالز، رابط الاحالة بتاعك بتجيبه من هنا اهو. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.